أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية عايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 041-303-5-91. ابعت لنا مواصفات العربية وكمان فيديو للعربية وكمان صور للعربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية من خلال القناة، وربنا يسر لكم الحال ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله في ناس كتير جدا اتباعت عربيتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفورليه دبابة، موديل العربية 1999، مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفورليه دبابة موديل العربية 1999. العربية دواخل فابريكا رش خارجي فقط. العربية فيها كاوتش جديد. العربية فيها المكنة بتاعتها بحالة ممتازة. العربية حالتها ممتازة وآلات الجر كمان. العربية فيها رخصة لمدة عام باليوم. العربية بحالة ممتازة بدون أي مشاكل. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفورليه دبابة موديل العربية 1999. سعر العربية 103,000 جنيه. سعر العربية 103,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011-536-46054. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 011-536-46054. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه، ما تبخلش علينا اللايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.